السوق مركز القصية وجايين النهارده للانتخابات عشان لازم ما نكونش سلبيين، لازم نكون ايجابيين وندي صوتنا والناس تمثلنا في مجلس الشعب عشان صوتنا يوصل وطلبات الشباب. وطبعا لنا طلبات واحلام لازم تتحقق ولازم الثورة تكمل. وبنحيي الرئيس السيسي وبنحيي الشعب وبنحيي الجيش وشكرا للشرطة والشعب على تعبهم. ونقول لكل السلبيين اللي قاعدين في البيت يا ريت تشارك، كل واحد برأيه وكل واحد بحريته، محدش ليه افتراض على حد، بس لازم احنا نكمل ونوصل. وتحيا مصر.